جاي يسوي ها جاي يشلع مشمش جا غير جاي يشلع رطب كان جاي يسوي وهسه رجعنا وياكم طبعا كنت بالصيد هسه هاي جيتي والله العظيم اللي يسألون على الصيد والله الصيد كلش قليل يعني قليل بعد السبورة راحت يعني قامت تجي بس الوشالة أريد أراويكم البط شوفوا ما شاء الله يعني ما شاء الله كبرن الحمد لله والشكر وجبت لهن عشبة فجبت لهن من هاي العشبة اللي نسولف عليها اللي هي الشمبلان أو الوخم هذا اشتردون يسمونه سمون شوفوا البطيات كلها نزلت تاكل من هاي العشبة يعني هي كلش مفيدة وتعتبر غذاء يعني رئيسي بالنسبة للخضيري بالبرية بالبرية يتغذى على هذا الطحالب ليش احنا دائما نشوف الالوان مالته يعني هسه انت شوف هاي الالوان اللي موجودة عندنا مال الخضيري اذا ترجع للبري راح تلقى الالوان مالته تختلف ليش لان هناك راح ياكل طفيليات وياكل لا فقريات هاي تغير الالوان مالته فهنا احنا قدر المستطاع نقدر نوفر له البيئه المناسبه له هو طبعا يتكاثر عندنا ان شاء الله اذا اراد الله راح يتكاثر عندنا الفحل لحد الان ما شفته كفشهن اللي هو ذاك هو الفحل مالهن هذا الخضيري لحد الان بعده ما شفته كفشهن متناسق وياهن هالايام يعني يمشوا وياهن واكله وشربه وياهن يعني لحد الان استقر نعرف انه هو من صنفهن وهنا هم عرفون انه هو من صنفهن فهسه هنا جاي ياكلن من هذا وهم قلت لكم يعني هذا السمك جبت لهن طبعا حتى البراهما هذا ماكو هذا الديك يموت على السمك يعني دائما هاي السمك شوفوا هنا سمك صغار فيموت عليه يعني ياكلن من عنده تتذكرون ابو التنفسيه الرئيسي اللي سولفت لكم عليه كان بهاي الخانه ثلاثة كانوا قلت لكم هذا هو الرئيسي المرض التنفسية اليوم خطية طايح بالحوض وميت يعني شوف يجوز مثلا راكضات ورام او عضة بطة او بشة وطايح بالحوض وميت يلا بعد احسن لانه تعبني واشتغلت عليه هواي علاجات ما فات فيلا بعد احسن له خليه يرتاح احسن له جبت لك مثلا كتكوت طلع عندك كتكوت صغير مال دجاجة وخليته بمكان وخليت المبردة تشتغل عليه 24 ساعة لحد ما يكبر هذا راح يصير جسمه شلون يتعود على التكييف على التبريد فهذا بعدين من راح مثلا يجي الصيف هذا ما راح يتحمل لازم انت توفر له مبردة من جديد يلا يقدر يعيش فاحنا دائما ليش نقول احنا دائما خليهن عوفهن وطيهن الاكل اللي موجود عندك حتى الطيور ما تنصاب عندنا وتصير مناعتها اقوى تعرفون هاي العلاجات اللي جاي نطيها للطيور العلاجات باشكالها التنفسيه اشكال علاجات هاي العلاجات تقلل المناعه مال الطير راح تقول لي فرات شلون يعني شاف الطير المريض ما نطي دواء لا تطي بس يعني كقصدي انه هاي العلاجات راح تخفف المناعه مال الطير يعني احنا دائما ليش نقول انه للوقايه اطو ثوم حتى شنو الطيور ما تنضرب عندنا امراض للوقايه شنو نقول اطو ثوم يعني حتى الطيور ما تنصاب عندنا امراض ونروح نطارد بيها ونجيب لها علاجات حتى تقلل المناعة مالتها انا شرحت لكم وقلت لكم يعني والله لو مال ابراهما انا هسه بخير ونعمة وكان هسه اقل شيء عندي بال 500-300 دجاجة بس بعد هن هذا اني كسرا واسي وحاليا يعني شيني اقلكم بيهن تنفسية بس خفيفة كلش ما عدا ذاك ومات اليوم فان شاء الله راح اخذ واحد من الطيور وأعرضه على البيطري حتى يعطينا العلاج المضبوط الهن حتى إن شاء الله نرتاح من قضية التنفسية لأنه أنا إذا ارتاحت من قضية التنفسية راح أبدي أجيب طيور جديدة مثلا نجيب أم مرقيبة كانت عندي هنا وحدة بس يعني بعتها ضجت من عتها وبعتها فإن شاء الله راح أجيب أم مرقيبة وش أسوي؟ نحاول نسوي لنا قفص مثلا بأي مكان هنا أو حتى لو بالخانات ونبدي بسلسلة التهجين مثلا انتم تخيلوا وياي ننزل هذا الديك مال البراهما على ام مرقيبه شنو يطلع؟ تطلع دكتوره ام مرقيبه عاليه مكلشه وهيجي انتم تخيلوا وياي شنو يطلع؟ او مثلا عندي طبقه يا اخوان خرافيه يا اخوان عندي تهجين ما مطروق
يعني بس اريد الله يسهل علينا ويخلينا هذا الديش مال البراهما يكبر حتى اسوي لكم التهجين اللي راح اسوي بيه كارثه بالعراق. شفت طير يعني ما اعرف اذا كان يجوز راسمين رسم او صوره الواحد مثلا اجنبي، فان شاء الله اذا حصلت اذا كبر هذا وحصلت الدجاجه اللي راح اشغل عليها التهجين راح اطلع لكم شيء القناه مالتي تتميز بي ان شاء الله، وانتظروني بس خلي احصلها اقول لكم بيها. شايفين هاي الدجاجه اليهوديه ام لحيه، ام لحيه الاصليه شايفينها هاي، ما قلت لكم عليها مره راح انزلها لانه ما اريد احرق عليكم، انا اريد ان التهجين يصير عندي بس خلي احاول اجيبها، راح احاول اطلبها على الفيسبوك ياهو عندي اتواصل وياه واحاول اجيبها وراح ادخلها عليكم على تهجين خرافي، تهجين انتقام راح نفلش بيه اليوتيوب. هسه انتظرونا على ما ان شاء الله راح انشر عليها منشورات بلكي ان شاء الله احصلها، اللي هي الدجاجة اليهودية يسمونها اليهودية ام لحية اذا شايفينها تعرفونها انتم. فان شاء الله سلسلة التهجين راح تشتغل عندي بس مو هسه، لانه هسه قلت لكم يعني الصيف ما اقدر اكرك، بس احنا راح نشتغل بسلسلة التهجين لانه عندنا هواي طيور. يعني مثلا تخيلوا وياي انه ندخل بط البطريق على الخضيري ويذبلنا خضيره رصاصي بطريق، تخيلوا شنو راح شنو راح يكون. سلسله التهجين ما ناسينها، هواي من عندكم يذكروني بها، انا ما ناسيها نهائيا، بس قلت لكم هسه خلينا نحاول نجمع اكثر عدد من الطيور اللي نحتاجها بالمزرعه، بعدين راح نشتغل سلسله التهجين. هسه رجعنا وياكم يا حبايب قلبي، البطيات كلها نايمه هنا بالماي لان الجو حار. شوفوا الجو حار فكلها نايمه هنا، هذني بدن يعني شلون اللي يطيرن هذا الخضيريات يعني بدن يرفعن روحتن يقمزن ويطيرن، بس انا ما راح اقصهن راح اخليهن على 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 جناح نفسه. الماي شويه وسخ لانه هذا الشمبلان اللي جبته الهن وسخ فوسخ الحوض، ان شاء الله بعد شوي راح ابدل الماي مالهن. مثل ما شرحنا هذا الخضير يتناسق وياهن، بس لحد الان ما شفت يعني كفشهن، ماكو اي حركة للتزاوج يعني لحد الان بيناتهن. سعدية سعدية انه طلع لها نيبان مثل الديش، خلي اقرب لكم شوفوا نيبانها. طبعا سعدية تقريبا عمرها سنتين، هاي سعدية عمرها تقريبا سنتين، وهنا هاي الابراهيم قطية شوفوا هاي من الحر، هذيك بيضة ياها مبيضة. ها انا قلت لكم ياها جاي تبيض عندي، والله خلنا نشوفها وينها. هاي الدجاجة البيضة اللي منقطة بجوزي بهيج، قلت لكم اللون المميز، ما اعرف مدري وين رايح والله، هي اللي جاي تبيض. ما رويتكم الحمام، انا الحمام كله بيض، يعني بس سمع انه عندنا تجارب ما شاء الله شلون حمام مطيع كله بيض، فراح نسويه عباره عن فقاسات. راح نسوي ان شاء الله عباره عن فقاسات، راح نخلي البيض مال الدجاج كله جوا، هم من عتها نتونس هم من عتها نكاثر الدجاج ونسوي تجارب جديده. شوف المصريه ايش حالاتها صارت، هواي كتبوا لي لا تقول صينيه، نفس الشيء صينيه مصريه نفس الشيء، بس شوفوا الجمال مالها شلون صارت بعد ما نظفت هنا عندنا، شوفوها ما شاء الله. طبعا هسه اريد ان انظف الحوض المسبح مال البط، لان المسبح كلش وسخ، قلت لكم من ورا هاي العشبه مال القطل او الشمبلان، فهسه خليه افرغه وارجع لكم. هاي فتحتها المتابعين هناك، المتابعين عود ما يباعون، فهسه خلي افتحها منك وارجع لكم. مرات ما يصب منك ليش؟ لانه انا مسوي يعني مصنصل، يعني يجي الماي منها هيك كله وهنا، فهسه هنا هاي مطمومه، هاي هنا مطمومه، هسه خلي افتحها. ما ادري والله مطمومه كلش،
خلي اشوفه وارجع لك. صب صب شوفوا راح اصور لكم من فوق. شوفوا صب قاعد يصب قوي، ما اشوفه انا. اي قاعد يصب قوي. جيد هسه يفرغ بسرعة، خليه يفرغ ونترسه ونغسه ونرجع لك. هاي هي نزل خلص تقريبا، خليه اغسله وهذا راح اخليه لكن شوفوا هذا راح اخليه. هواي من عندكم طرحوا علي انه اليوم خلي جلمود او مثلا سيراميك، صحيح فكرتك صحيحة بس انا بعد ما كانت ببالي هاي القضية، بس هسه بعد ما علي شيء. حتى هذا النايلون شلون اللزق لزق على الصباب القديمة مال المسبح، يعني صار قوي هسه بعد ما يصعد لي فوق. فبعد شوف الطيور والنايمة من الحر، شوف شوف رغم انه الجو انا عندي هنا يعني زين، عدهن هاي السقيفة وهاي هاي السقيفة، بس هنا وين نايمات؟ نايمات هنا جو، وهاي هناك وادم نايمة على ذاك السطل لان بي ماي اترسل للمبردة، هم نايمة جوا لان شوي يعني بيرطوبة وبرودة. فيعني قلنا لكم انه الجو كلش حار، دائما بادروا انه ترشون المكان حتى شوية يتبرد والدجاج يجي ينام بيه، لان الدجاج يحب المكان الرطب يسبح بيه، يعني يظل يسبح بالمكان بالتراب الرطب دائما. تتذكرون بيوم جبت البطريق وسولفت لكم على البط اللي قلت لكم ما شايفه بحياتي عنده، واخيرا حصلت قناته الولد، هو قناته نفسه بس ناشره قبل تقريبا سنه او هيك يمكن. هاي الصوره مالته شوفوا، هذا هو، واسمه مو هامبورغ، اسمه بط تيلوز. العفو وز تيلوز، اسمه وز تيلوز. هذا هو شوفوا، شوف الضخامه. طبعا هي دائما يقول احنا الصوره كذابه، يعني الضخامه مالته انا لو بس قلت له يعني بس اريد ان اصور وياه صوره حتى لو نخليها صوره مصغره ما قبل الولد. شوفوا هاي الضخامه مالته، عنده رصاصي وعنده ابيض. هاي الصور شوفوهم، يعني ما شاء الله. هو ذكر قال انا اشتريتهن زوج بمليون، يعني قال بألف دولار خذيتهن، فاتوقع يعني يصيرن هيك مليون الزوج. هو عنده حاليا افراخ اثنين عده ناشرهن يريد يبيعهن، ما اعرف يعني ناشرهن بالجروب مال الفيس، هم شفته انا ناشرهن. اكو شغله دائما تتكرر بالتعليقات وهي انه هواي ناس يقولون يعني هي يمكن من الخرافات مال قبل او التقاليد خلينا نسميها، اللي هي انه تخلي البيض بالطحين. يعني اكو سالفه فد مره سولفت ليها الحجيه، قالت قبل ما ادري عمتها ما ادري ياهي ما ادري جيرانهم، تقول قبل خلت بيض مال دجاج خلوه بالطحين، ورا 21 يوم مجوا لقوا الافراخ طالعه. يعني ما اعرف اذا هسه كانت هاي القصه حقيقيه او لا، هي هم ترويها تقول هم ما ادري صدق او كذب. طبعا خلي اسولف لكم، الطحين جاف وبنفس الوقت هو حار، يعني دافي مثلا نقول حار، فالطحين يساعد على النمو مال الجنين بالبيضه، يعني راح يتكون الجنين. هسه انا اذا جبت بيض وخليته بالطحين وكان الجو مال الطحين يعني زين، راح ينمو الجنين داخل البيضه، بس شنو راح يموت. ليش؟ لانه البيضه تحتاج تقليب. هسه خلنا نسولف لكم على نظام الفقاسات، انا صدق ما عندي فقاسه، يجوز جماعه الفقاسات يعني راح يأيدوني ويعرفون بهاي الشغلات، انا يعني الصراحه ابد ما جايبها ولا عندي معلومات هواي بالفقاسه. الفقاسة أول شيء بيها نظام تقليب، أكو تقليب أوتوماتيك ويدوي. راح تقولوا لي شنو التقليب؟ التقليب يعني البيض يتقلب كل ساعتين، لازم البيض يتقلب. إذا شايفين كتبوا، إذا تحبون تطلعون أكثر تلقونهن هواي أكو فيديوهات باليوتيوب إنه البيض لازم يتقلب. ثاني شيء أكو مبخرة، هاي المبخرة مال الترطيب مال البيض، لازم إنه البيض يترطب. هاي بالفقاسة، اما بالدجاج لا، ماكو داعي انه البيض يترطب، هي الدجاجة راح تسبح بالتراب، شرحت عن هذا الموضوع، تسبح بالتراب تبرد جسمها راح ترجع ترطب البيض، هيك النظام مال الدجاجة الطبيعي. واكو بالفقاسة عندنا شرحنا انه ترطيب، وشرحنا تقليب، ودرجة حرارة ثابتة. هاي النظام مال الفقاسة. فبالطحين ماكو تقليب، يعني انت مخليهن بس بالطحين وماكو تقليب، فالبيض هيك راح يصير بيه افراخ، بس الافراخ
راح تموت. ليش دائما انه احنا من نطلع البيض من الطحين وتخليه جوا الدجاجة تلقاه يعني خربان اذا مثلا مدة طويلة؟ السبب شنو؟ السبب انه بيها افراخ، صار بيها افراخ بس ماكو تقليب، فراح يموت الجنين داخل البيضة. طبعا هواي من عندكم يسألوني انه فرات انا عدي هالقد مبلغ مال الفلوس شني تنصحني اجيب؟ اخوان هذا الموضوع انت حسب انت رغبتك. يعني هسه انا كفرات لو بيدي مثلا ماكو هذا الدجاج كله ابيعه واشتغل اربي بس بطيات. وانت شو تربي كريم؟ خلنا نرى كريم شونك. والله الحمد لله. شني هالايام وين قاضيها؟ والله هالايام قاضيها بالطيور. بالقران كذاب، قاضيها بالشلط. بالقران كذاب وقاضيها بس يصبح بالشلط. وانا هم وياك بعشني. هو احنا ما نتفارق. انه انا عن نفسي يعني احب البطيات، لان البطيات يتحملن، وانا من النوع اللي اذا صار عندي طير مريض اضوج من عنده نهائيا. واعتقد كلكم هيجي، انه اذا صار عندكم طير مريض تضوجون من الطيور كلها يعني. فانا عن نفسي قلت لكم احب البطيات، مناعتهم قويه، يتاقلمن بسرعه. البطيات كل شيء ما يحتاجن فقط ماي، والاكل اللي موجود عندك ياكلنه. يعني هسه انا قلت لكم هاي البط ماكو، امس رحت للشط، شوفوا هاي القونية، أمس رحت للشط خذيت المنجل حشيت لهن حشيش، جبتها ذبيتها هنا، ظلن ياكلن بي وعافن لك المال البيت، عافن البروتين كله ياكلن بس حشيش. فالبطيات موضوعهن وأكلهن وتربيتهن كله سهل. للي حاب وعنده مكان كبير خليه يشتغل بالبطيات، بس انت مو تجيب لي البط العراقي اللي هو البش، لا هذا ما بيسوق. خلونا نشتغل بالشيء الغالي، مثلا الخضيري، مثلا الكوبرا، مثلا وز هذا اللي تو راويتكم اياه حتى نسيت اسمه. المهم من هذا يعني الشغله الجديده اللي تدخل نجيبها احنا ونكاثرها عندنا، راح يصير عندنا انتاج بيها خير من الله، وراح يصير المبيعات عندكم وتستفادون من عندهن. فللي حاب يجيب خلي يجيب شغله تكون يعني نادره. وعندنا تعليق من احمد عليوي يقول شوفنا علاج القمل. تعال خلنا راويك علاج القمل. هذا العلاج اللي انا استخدمته، علاج فعال، وتقريبا انا اقول لك يعني بلحظتها هذا العلاج بلحظتها، اول ما تخلي العلاج راح يموت القمل. يعني كلش مباشرة انا جربته بالمباشر، القمل قاعد يمشي على الطير مال الجناح وخليته هذا، رشيته مباشرة وطاب، وقبل مات القمل مات على جناح الطير. طبعا ان شاء الله منه وهيك راح نحاول نسوي تنويع بالقناة، مو كله يعني على الطيور مالتنا، ان شاء الله بلكي نقدر انه نلتقي بالمربين، ان شاء الله نسوي مثلا سفرات للفائدة مربين، غير نغير شوية بالمحتوى، انه مو بس يقتصر على الدجاج، لا ان شاء الله عندنا حلقة ويا احد مربين النحل بس على فارغته، ان شاء الله راح نبدي نصورها. وعندنا زيارة الحديقة مال حيوانات، هم راح نروح ان شاء الله ونصورها ونسولف بيها هناك، حتى شوي يصير تنويع، لانه اذا نظل هنا هسه بس نصور راح يصير ملل، لانه ماكو فد شيء جديد ماكو، لانه هو يعني نفس الطيور. قلت لكم لما شوي يجي الشتاء، ولان الطيور مالتنا كلها افراخ، يعني لحد ما يبدا نبيضا وراح نشتري، اذا الله سهل اشترينا الفقاسه راح نبدي يعني كل فيديو من الثاني بعد ما راح تبيض الطيور مالتنا كلها. كريم خلص النخله تشاليش. فان شاء الله كل فيديو راح يكون احلى من الثاني بعد ما تكبر طيورنا وتبدي تبيض، وان شاء الله راح نحاول نجيب بعد نوعيه من الطيور، نوعيه جديده. اللي هنا يا حبايب قلبي ننهي وياكم الفيديو مال اليوم، لا تنسونا من اللايك والاشتراك حتى نستمر بالاقوى واقوى. لايكاتك كريم، ايدك الثانية مو متروسة رطب، هم سوينا بيها لايك. عاشتي الف سلامة. نخيلك يا ربي. ها شين اليمتى العيد ان شاء الله؟ ها؟
لا يتأخر بعد وقت بعد يعني يتأخر يعني جوز باخذ له بعد شهر هيك. يلا اخوي احنا معايدين وين رايح هو؟